غنت في عمر السادسة وتزوجت من الإعلامي سومر إسماعيل. أبدعت في مسلسل العميل ونجت من حريق بيتها بأعجوبة. الفنانة السورية رشا بلال ممثلة ومغنية سورية، ولدت في محافظة طرطوس عام 1988. أحبت الفن منذ صغرها وبدأت الغناء وهي في السادسة من عمرها، بعدما انضمت إلى المعهد الموسيقي في اللاذقية وتعلمت العزف على آلتي البيانو والعود حتى أصبحت مبدعة في العزف عليهما. وعندما شبت اتجهت لطريق التمثيل لتبدأ مسيرتها عام 2015 خلال مسلسل يلا شباب يلا بنات. وهنا اختارها المخرج سيف الدين السباعي للمشاركة في بطولة مسلسل نبتدي منين الحكاية، وبعدها توالت أعمالها فشاركت في العديد من الأعمال أبرزها مسلسل فوضى بدور فتحية، خاتون بدور حميدة، لست جارية، ضيوف على الحب وغيرها. ورغم مواهبها المتنوعة ما بين غناء وعزف وتمثيل، فمجال دراستها بعيدا تماما عن الفن. فبعد حصولها على الشهادة الثانوية أرادت بلال الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، لكنها اصطدمت بمعارضة أهلها لذلك، فاضطرت للالتحاق بالهندسة الزراعية بناء على رغبة والديها، وعملت لفترة كمدرسة سولفيج في المعهد الوطني الموسيقي. وعن حياتها الخاصة، تزوجت من الإعلامي الصحفي سومر إبراهيم عام 2016، لكن الزواج لم يدم طويلا حيث تم الانفصال بعد عامين من الزواج ولم يسمر عنه أطفالا. نذكر أن عام 2017 نجت بلال وزوجها من حادثة حريق منزلها، حيث تفاجأ باندلاع الحريق خلال نومهما، وحينها تضرر المنزل بشكل كبير وتبين أن السبب هو ماس كهربائي. يذكر أيضا أنها شاركت في العديد من الورش التمثيلية مع فنانين كبار مثل الراحل نضال سيجري، جهاد سعد، أمل عمران، ونالت جائزة سعد الله ونوس كأفضل ممثلة في مهرجان الشباب المسرحي عن مسرحية الطوفان عام 2009. شارك رشا بلال حاليا في مسلسل العميل بدور خولة رفقة عدد من كبار النجوم، منهم الفنان أيمن زيدان، أيمن رضا، سامر إسماعيل، يارا صبري وغيرهم. فأنتم ما هو رأيكم بالفنانة السورية رشا بلال؟ وما هو دورها المفضل بالنسبة لكم؟ شاركونا بالتعليقات.